اهلا اهلا، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ الفيديو عن سؤال دايما بتساله كتير جدا جدا مؤخرا، بيجيلي على الاسك على الانستجرام، فحبيت ان انا اديكم فكره عن الحاجات اللي انا بستخدمها. هو السؤال ان انا ازاي البس كعب وفي نفس الوقت ما تعبش، او ازاي البس حذاء شكله حلو وشيك وما يكونش عالي على حاجه رسميه، على حاجه مثلا فستان سهره، على عبايه، على ستايل معين. ما ينفعش البس عليه كوتشي او شوز فلات عادي، فاهمين قصدي؟ يعني في حاجات معينه كده ما ينفعش نلبس عليها اي حاجه. الفيديو النهارده هوريكم ديزاينات شكلها شيك اليجنت في نفس الوقت ملهاش كعب، يا اما فلات يا اما كعبها صغير جدا جدا، مناسبه لكل الفئات، سواء انت ما بتعرفيش تمشي في كعب، او سواء انت طويله ما ينفعش تلبسي كعب عالي. هوريكم الحاجات اللي انا شخصيا بستخدمها في حياتي العاديه وانا خارجه، وبحس ان هي عمليه جدا وفي نفس الوقت شيك. ابدا بالتدريج من الفلات خالص لحد اللي هو الكعب اللي اي بنت ممكن تلبسه وفي نفس الوقت ما تكونش تعبانه. خلينا متفقين ان دايما البوينت التو اشيك حاجه للنساء عموما، اشيك. انا بشوف ان هو ده اشيك حذاء للنساء او اشيك ستايل، اليجنت جدا. الديزاين ده شايفينه فلات ما فيهوش كعب، يعني يدوب نص سنتي، وفي نفس الوقت لو انت طويله، انا اعرف بنات طوال ما ينفعش يلبسوا كعب خالص، فبيضطروا يلبسوا حاجات فلات زي كده. ينفع جدا تلبسيه على فستان سهره، ينفع جدا تلبسيه على عبايه لو انت حابه تلبسي عبايه ومش عايزه تلبسي كعب عالي، ينفع تلبسيه على اي حاجه، حتى لو جينز اي حاجه. بصوا من كتر ما هو شيك وكعبه فلات وبيخلي شكل الرجلين حلو قوي قوي قوي، وينفعك سواء انت ما بتعرفيش تلبسي كعب عالي او لو انت واحده طويله. فاحنا بدانا بالديزاين اللي هو زي كده. انا معظم الديزاينات اللي هوريها لكم بوينت التو، لان انا بشوفها دي اشيك حاجه بصراحه في الاحذيه. في حاجات انا هوريها لكم كنت طالباها من شي ان، في حاجات طالباها من ابلكيشن 6 ستريت. فده كنت طالباه من شي ان، وبصراحه شيك جدا وعملي قوي، الخامه بتاعته كمان حلوه، الوقت شكله شيك جدا جدا، وهتزودي من اناقه اللبس بتاعك مش هتقللي منه. اللي بعده بقى يا بنات الكعب اللي هو كده، احنا بنطلع شويه يعني كل مدى ما بنعلى بالكعب شويه. الكعب ده تقريبا 1 سنتي او 1.5 سنتي، بس شوفوا الشياكه عامله ازاي. طبعا ده اي حد هينفع يلبسه، يعني حتى لو انت هتمشي مسافات طويله، حتى لو هتروحي الشغل، الكعب ده من الكعوب الحلوه قوي، مش بتتعبك ابدا ومريحه، والديزاين برضو بوينت التو. وعايزه اقول لكم الستايل اللي هو بتاع الساندلز اللي هو بيبقى مفتوح من ورا زي كده، ده طالع موضه جدا جدا يا بنات. يعني الاحذيه اللي هي مقفوله من قدام ومفتوحه من ورا دي اللي طالعه تريندي تقريبا بقالها سنه ونص، فانا معظم الاحذيه بتاعتي كده، وده بلبسه وانا خارجه عادي، وممكن الف المول كله بيه لان شايفين الكعب بتاعه صغير ازاي. والستايل هو اللي بيبقى شفاف من الاجناب ده برضو طالع تريندي زي ما انتم عارفين. انا بديكوا افكار ايه هي الكعوب اللي ممكن تلبسيها طول الوقت ورجليكي ما توجعكيش، وفي نفس الوقت شيك جدا وتنفع ان انت تلبسيها على اي حاجه رسميه، حاجه مناسبه نوعا ما، حتى العبايه ينفع تلبسيها عليها، انا بلبسه على العبايه عادي. فده الستايل ده انا من كتر حبي فيه على فكره جايبه منه لونين، اللون البينك ده واللون الاسود. بصوا اللون الاسود بتاعه، بس ده مش شفاف، ده مختلف شويه عن ده، من كتر ما الكعب بتاعه حلو قوي وبشوف ان هو عملي. ده انا كنت طالباه من ابلكيشن 6 ستريت، هو من براند اسمها ديون لندن، فده تاني اختيار، واحنا بنطلع بالتدريج زي ما قلنا. فده تاني اختيار للبنات اللي هي عايزه حاجه فلات او مش فلات قوي يعني، وفي نفس الوقت تعرف تلبسها طول اليوم وشكلها شيك. من اكتر برضو الكعوب، الكعوبه او الاكعوب مش عارفه جمعها ايه، اللي هي مش بتتعب وفي نفس الوقت ممكن تكون عاليه، الستايل اللي هو اسمه ويدجز، او اللي هو الوجه اللي هو زي كده، اللي هو بيكون العلاوه بتاعه السول بتاعه او النعل بتاعه كله حته واحده. يعني اعتقد واحنا صغيرين كنا بنلبسه كتير الستايل ده. بصوا شيك قوي، شايفين هو شيك قوي، ينفع تلبسيه فتره طويله مش بيوجعك، وفي نفس الوقت مش عالي قوي. يعني انا ما اخترتش اللي هو اعلى حاجه، ده العلاوي اللي اي بنت ممكن تلبسه. ده على شكل ساندلز زي ما انتم شايفين كده، فحلو جدا جدا يا بنات للصيف. لو انت برضو مش بتعرفي تلبسي كعب عالي، البسي الكعب ده، هيريحك مش هيضايقك، مش هتبقى ثابته على الارض، لا بالعكس بيبقى ثابت جدا جدا. والحلو اللي فيه ان هو قليل الحوادث، يعني ده يعني شايفين الكعب ده اهو، مش عالي قوي ومش واطي في نفس الوقت، بس مش هيديكي فرصه ان انت تتكعبلي مثلا، لان زي ما قلت لكم اللي هو الويدجز او الستايل اللي هو زي كده، النعل بيكون كله حته واحده، بيبقى ثابت قوي على الارض، ف بيقلل من نسبه الحوادث حتى لو عالي. فده من الكعوب اللي انا بحبها جدا جدا وبلبسها، وبحس ان هي شيك ومديكي علاوه، وفي نفس الوقت تعرفي تمشي بيه مش متعب، مش هيوجعلك ظهرك،
فانصحكم بيه جدا جدا. الفساتين الصيف بما انه ساندلز فلطيف قوي. ده برضو من هناك كنت طالباه من ابلكيشن 6 ستريت عشان اعرف ان انتوا هتسالوني، وكان عليه سيل حلو جدا جدا. لو لسه موجوده احط لكم اللينك تحت الفيديو. من الحاجات اللي انا هوريها لكم باللون البينك لان ده اللون المفضل بالنسبه لي. برضو من الستايلز اللي انا بشوفها شيك قوي قوي يا بنات. ده بقى ينفع لكل حاجه حرفيا، حتى لو فستان سهره هينفع معاكي جدا، لو عبايه هينفع جدا جدا. بس انا ما بشوفوش ان هو ينفع على جينز والكلام ده يعني، او اللي هو السكيرتس اللي هي الجينز والحاجات دي لا اعتقد ما ينفعش عليها. بصوا الكعب ده هو رفيع، ده اقصر من ده شويه اعتقد بيقولوا عليه كيتن هيلز، او ده برضو كيتن هيل. بصوا الكعب ده هو رفيع بس مريح قوي قوي يا بنات. انا ده بلبسه دايما، هو من الحاجات الاليجنت جدا 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 الشيك قوي. خلينا متفقين ان في لبس لازم تلبسي عليه حاجه تعليكي من على الارض زي العبايات. انا كل شويه اقول العبايات لان فعلا العبايات لما بتلبسي عليها حاجه فلات مش بتبقى احلى حاجه. ممكن ما تصدقوش ان هو عملي، بس انا بالنسبه لي عملي جدا وشيك يعني. بصوا وبوينت التو طبعا، وزيه بالظبط الكعب اللي هو عامل زي كده اللي هو بيبقى تخين شويه من تحت ورفيع من النص، ده طالع موضه وبرده مش عالي قوي وفي نفس الوقت شيك، ينفع تلبسيه على حاجه ليها مناسبه بتاع ومش هتتعبي منه. انا مجرباه يعني، انا الحاجات دي انا بلبسها، فلما اقولك مش هتتعبوا منه يعني خدوها ثقه مني مش هتتعب. بس ما تلبسوش يعني 24 ساعه فاهمين قصدي، لا انا قصدي لو هتخرجي بره 3 ساعات مثلا لو لبستي الكعب ده مش هيتعبك. فده برضو من الكعوبة الحلوة قوي قوي قوي. احنا قلنا هنطلع بالتدريج لحد الطول اللي هو ده اقصى طول، مش هنطلع اكتر من كده. فده اقصى طول واخر حاجة هوريها لكم من الكعوبة اللي انا بشوفها عملية ومريحة وينفع تلبسيها على اي حاجة وفي نفس الوقت مش هتتعبي. ولو انتي طويلة في بيبقى زي الكعب ده يا بنات نفس الشكل ده بس اقصى شوية، يعني مثلا ده اللي انا بقول لكم عليه اللي هو شبه الكيتن هيل ده. لو انتي طويلة ومش بتحبي تلبسي كعب عالي قوي الكعب ده هيبقى مناسب جدا معاكي. لو انتي قصيره ومش بتعرفي تمشي في الكعب العالي الكعب ده برده هيبقى مناسب معاكي. لو لاحظتوا كل الاطوال اللي انا بوريها لكم متقاربه من بعض لان هو ده اللي انا بلبسه في الريل لايف يعني وانا خارجه. مثلا انا واحده من الناس مش بعرف البس فلات، يعني الشوز اللي انا وريتها لكم في الاول دي اللي هي الفلات خالص رغم ان هي تحفه وشيك بس انا مش بعرف امشي فيها، يعني انا مش ما بعرفش لا بعرف طبعا، بس انا بشوف نفسي قصيره لو لبست ده. والستايل اللي انا بلبسه محتاج حاجة تكون بكعب زي كده يعني اقصى كعب ده اقدر البسه برا، فمش بعرف البس ده بصراحة قوي يعني برا. لكن ده اختيار موفق جدا جدا للبنات اللي مش عايز تلبس كعب خالص في نفس الوقت حاجة شيك زي كده. دايما اختاري الحاجات اللي هي فيها بابيونة فيها لولي من قدام بتدي كده شكل اناقة وبنانيتي وشكلها حلو في نفس الوقت بتحلي شكل اللبس. فبس كده حلوين، ده كان كل الفيديو النهاردة، هو مش طويل قوي. حبيت اشارك معاكم الحاجات اللي انا شايفاها عمليه ومريحه وبتتدرج من الفلات خالص لحد الكعب اللي هو المناسب جدا ان انت تلبسيه فتره طويله بره البيت. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش تشيروه مع اصحابكم ولايك تحت، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.